ما طلعش لقدام من ساعه كلبش. هو احنا في نفس الشخصيه بتاع سليم الانصاري، احنا مكملين بيها لغايه دلوقتي، يعني يمكن بنغير الجاكيت او احيانا. لا، امير كرارة عندي مشكله مع ان هو طول الوقت مونوتون، طول الوقت انا عارفه هو بيتكلم من انهي منطقه، ما بتتغيرش وما بتروحش في حته. فانا مش عارفه المشكله في انه دور ضابط وهو قدم دور ضابط كتير ولا ايه، حقيقي مش عارفه فين المشكله.